جالك محمد ابو جبل. تمام. راجل اعلامي كبير. تمام. انت محمد ابو جبل ده كان حدث. تمام. حدث بتاع الميديا والرياضه المصريه. راجل مضغوط نفسيا، راجل تعرض لظروف كثيره صعبه، راجل من يعني واحد من اهم النجوم في كاس الامم الافريقيه لم يكن اهمهم، وبعد كده الامور تبدا يبقى فيها اشاعات، فيها كلام عليه، اكيد جاي لك عنده شويه ارهاقات نفسيه. بالعكس والله. ابو جبل عنده ثبات انفعالي وعارف هو عايز ايه. بالعكس انا يعني اتكلمت انا هو كتير اول ما جه، وما عندوش مشكله خالص. ده هو جاي عايز، بيقول لي انا نادي البنك الاهلي انا عايز انافس على الدوري. جبل عنده طموح كبير جدا، عايز ينافس على الدوري، عايز ينافس على الدوري. احنا كلامنا مع اللعيبه كده على فكره، احنا مش بنتكلم نقول المركز الرابع، احنا الكلام ده اي ماتش بنلعبه عايزين نكسبه. امكانياتنا تخلينا نعمل كده. وجبل جاي بطموح ان هو عايز يرجع منتخب مصر. هايل. يعني هو بيفكر في المعسكر اللي جاي ده. ان هو يكون موجود ان شاء الله، اللي هو معسكر بتاع شهر 11. ممتاز. طيب.